برحب فيكم طلاب مدرسة المتفوقين، وبرحب بكل مين عم يشاهدنا على المنصة التربوية السورية. أنا مدرسة علم الأحياء بارعة مسرابي. هلأ كلكم إما شاهدتوا أو سمعتوا عن حبوب منع الحمل. هل حبوب منع الحمل إذا ما شفنا داخل العلبة بنلاقي في ظرف في 28 حبة، وبيتاخذ هذه الحبوب ضمن تسلسل معين، يعني ما في الأنثى تاخذ حبة قبل حبة. هذا الشيء شو تفسيره برأيكم؟ مشان ما يصير في أي خلل بالوظائف الجسم؟ رقم 28 بدلنا أنه في دورة بجسم الأنثى تتكرر كل 28 يوم، وبما أن هالدورة مسؤولة عن الحفاظ على الجنس البشري فسميناها الدورة الجنسية. طبعاً والمسؤول عن هالدورة الجنسية هو جهاز التكاثر الأنثوي، كل جزء مصمم فيه خدام لحتى يؤدي هالوظيفة هي، ابتداء من المبايض وما تنتجه من هرمونات لأعراس أنثوية، وقبل شيء اللي بيتحكم فيه هو الدماغ. طيب مين يذكرني بوظيفة المبيضين؟ تفضلي. إنتاج الحصات الأنثوية والأعراس الأنثوية. يعني إذا وظيفة المبيض هو إنتاج وتهيئة عروس أنثوية شهرياً منذ سن البلوغ حتى سن الإياس، ووظيفة الرحم مثل ما حنشوف هو إعداد بيئة ترحيبية بهالبيضة إذا ما خصبت، وتأمين تعشيشها وتأمين تغذيتها لحتى تتطور وتصير جنين. معناتها هون نحن مثل ما لاحظنا في عنا دورتين، دورة بيقوم فيها الرحم ودورة بيقوم فيها المبيض. بدي أكون هلأ تراقبوا لي هالشريحة بشكل دقيق لنعبي خريطة مفاهيم بعدها تعكس مدى ملاحظتكم للأحداث اللي رح تمر معكم هلأ. تقسم الدورة الجنسية إلى دورتين، دورة مبيضية ودورة رحمية، مدة كل منهما 28 يوما. الدورة المبيضية يتم خلالها إنتاج عروس أنثوية وإطلاقها، كما يتم إفراز دوري للهرمونات الجنسية الأنثوية. تتألف الدورة المبيضية من طورين اثنين، الطور الجريبي الذي يبدأ بنمو جريبات أولية عدة وينتهي بالإباضة، والطور الأصفري الذي يبدأ بالإباضة حيث تتحول خلاله بقايا الجريب الناضج المتمزق إلى جسم أصفر يضمر ويتحول إلى جسم أبيض بنهاية هذا الطور إن لم يحدث الإخصاب. أما الدورة الرحمية فتتعرض في أثنائها مخاطية الرحم لسلسلة من التغيرات تبعا لتغير مستويات الهرمونات الجنسية، وتقسم إلى أطوار ثلاثة: الطمس، وطور النمو التكاثري، والطور الإفرازي، حيث تم في أثنائها مخاطية الرحم لتشكل بيئة خصبة لحمل محتمل. ولكن كيف يتم التزامن والتنسيق بين هاتين الدورتين ليتوافق إطلاق العروس الأنثوية وتخصيبها مع تهيئة الرحم ونمو مخاطيته؟ وما البنى المسؤولة عن ذلك التزامن؟ بلش معك يعني؟ يلا. الدورة الجنسية مجموعة تغيرات تطرأ على كل من المبيض ومخاطية الرحم. أحسنت. مدتها من سن البلوغ إلى سن الإياس، تكرارها كل 28 يوم، تقسم إلى دورتين، دورة مبيضية ودورة رحمية. أحسنتم. تقسم طبعا الدورة المبيضية إلى طورين. تفضلي. طور جريبي. طور جريبي من اليوم الأول إلى 14، وطور أصفري من 15 إلى 28. الطور الجريبي تبدأ، اتفقنا مثل ما شفنا، بنمو مجموعة من الجريبات الأولية وينتهي بالإباضة. أما في الطور الأصفري تحول الجسم الأصفر، يتحول الجريب المتمزق، أحسنتي، إلى جسم أصفر ثم إلى جسم أبيض. في الدورة الرحمية طور النمو التكاثري من اليوم السابع إلى 14، أحداثه هو يلي الطمس، تتجدد فيه مخاطية الرحم المتبقية، يزداد سخانتها وتبدأ الشعريات والأوعية الدموية بالنمو.
أما الطور الآخر طور إفرازي، أحداثه تستمر مثل ما شفنا، مقاطية الرحم بالسخانة وزيادة غزارة الأوعية الدموية ونمو أكيد غدد رحمية اللي بدها تفرز السائل الذي يحوي على الجلوكوجين اللي رح يغذي الجنين. ولكن بعد ما عرفنا هالدورتين، شو بيصير إذا المبيض أطلق بويضة ناضجة وجاهزة ولكن الرحم لم يكن مستعد لاستقبالها؟ أو بالعكس، الدماغ أعطى إشارة لإطلاق بويضة غير ناضجة بعد. شو بتتوقعوا بالعملية التناسلية؟ بتتوقعوا نجاحها؟ فشلها؟ تفشل. أكيد العملية التناسلية رح تفشل. مشان هيك كان لابد إنه يتم هذا الشيء تحت إشراف الدماغ، رح تقوم كل من الوطاء والنخام الأمامية بمثابة جهاز تحكم يعمل على إنه هالدورتين يشتغلوا مع بعض. طبعا هذا التنسيق بيتم من خلال الهرمونات، حاسات الوطاء GnRH المطلقة لحاسات المناسل، حاسات النخامية FSH والLH، والحاسات المبيضية اللي هي الحاسات التي ينتجها المبيض، الحاسات الجنسية الأنثوية وهي الأستروجين والبروجسترون. بدي منكم هلا تشدوا الأحزمة، تركزوا معي شوي لحتى نبلش هذا المخطط. هلأ بالبداية هذا بيعبر عن تركيز الحاسات النخامية. هون نمو الجريبات طبعاً داخل المبيض. هذا بيعبر عن تركيز الحاسات يلي بينتجها المبيض. هون تبدلات مخاطية الرحم. هلأ بالبداية تبدأ مخاطية الرحم بالتخلص من نسيجها القديم، فتسفح مخاطيتها وتخرج مع الدم الناتج عن تمزق الأوعية الدموية. هذا الشيء بيحدث خلال السبعة أيام الأولى بغياب نسبي للهرمونات الجنسية. منلاحظ الهرمونات الجنسية الأنثوية في مستوياتها الدنيا. وبيقوم الوطاء خلال هذا الوقت بإفراز حاسة الـ GnRH يلي بتحس وبتحض النخامية الأمامية على إفراز هرمون الـ FSH يلي له تأثير إيجابي لنمو بعض الجريبات الأولية. بس هلأ هون السؤال، إنه في عنا جريب واحد مسيطر هو اللي حيكون مستمر ولح تكون فيه بويضة ناضجة، شو السبب برأيكم؟ يلا يا سلاف. لأنه يقوم بإفراز مادة الإنهيبين التي تثبط نمو الجريبات الأولية التي بدأت بالنمو معه. أحسنتي. هذا الجريب الذي سيصبح مسيطرا لح يقوم بإفراز مادة الإنهيبين التي لح يكون لها تأثير تثبيطي على نمو الجريبات الأولية والتي بدأت معه بالنمو، فلح يكمل نموه ولح يتحول لجريب ناضج يحتوي على بويضة ثانوية ناضجة. بهالوقت بنلاحظ انه في عندي حاسة جنسية أنثوية ارتفع تركيزها هي الأستروجين. بظل تزامنها مع ظهور الجريب الناضج انه منشأ الأستروجين من الجريب الناضج وبالضبط من داخلية من خلايا القشرة الداخلية للجريب الناضج. للإستروجين المفرز من الخلايا الجريبية في الجريب المتنامي دوران. الدور الأول هو إصلاح وإعادة ترميم المنطقة الوظيفية والتي انسلخت في أثناء الطمس بدءاً من الخلايا القاعدية. أما الدور الثاني للإستروجين فهو دور تثبيطي، أي أنه سيعمل مع الإنهبين المفرز في اليوم العاشر على تثبيط إفراز الـ FSH من قبل النخامة الأمامية بالتلقيم الراجع السلبي. أي ارتفاع تركيز الأستروجين سيعمل على تثبيط إفراز حاسة أخرى ألا وهي الـ FSH. والخلاصة أن ازدياد تركيز الأستروجين بعد الطمس سيعمل على إصلاح وإعادة ترميم المنطقة الوظيفية وتثبيط إفراز الـ FSH من النخامة الأمامية. تمام؟ ولكن قبيل الإباضة بثلاثة أيام سيصل تركيز هرمون الاستروجين حدا اعظميا. هذا التركيز المرتفع من الاستروجين سيؤدي الى انقلاب العلاقه من تلقيم راجع سلبي الى تلقيم راجع ايجابي، حيث ستعمل التراكيز المرتفعه من الاستروجين
على زيادة إفراز هرمونات النخامة الأمامية والبيضاء الGNRH والFSH والLH بالتلقيم الراجع الإيجابي. هاي الزيادة المفاجئة بإفراز الLH مثل ما شايفينا حرضت هذا الجريب الناضج للاقتراب من سطح المبيض وللتمزق مع الجزء الملامس له من المبيض وحدوث الإباضة. نتيجة زيادة تركيز الـ FSH والزيادة المفاجئة بإفراز الـ LH استجابة للتركيز المرتفع للإستروجين. هلا البيضة سوف تذهب إلى قناة بعلوب مربومة تصادف هنيك نطاف ويتم تلقيحها. بس الرحم لسه ما له جاهز لعملية استقبال هذه البيضة الملقحة. لذلك لح يقوم الجريب المتمزق بالتحول الى جسم اصفر يلي رح يتولى هالمهمه هي. رح يفرز مثل ما شايفين بالمخطط اضافه الى الاستروجين البروجسترون. البروجسترون يلي له تاثيرين كمان. اول تاثير على مخاطيه الرحم زياده نمو مخاطيه الرحم واستمرار نموها مثل ما شايفين زادت سماكتها. الاوعيه الدمويه صارت اخضر، صار في غدد تفرز سائل مغذي في الجلوكوجين. الدور الآخر عندما ارتفع تركيز البروجسترون رح يأثر على الوطاء والنخامية ولكن هالتأثير سلبي. يعني زيادة تركيز البروجسترون رح يعمل على تثبيط إنتاج الـ FSH. لأنه أنا في عندي بيضة في ناضجة في قناة فالوب ربما تتلقح وربما يصير حمل، فنحن لازم نوقف عملية تطور الجريبات. لحتى نوقف عملية تطور الجريبات لازم الـ FSH يتم إيقافه. نزلت عندي هون الهرمونات، مضى أسبوع على إطلاق البويضة، البويضة لم تخصب. هل نحن بحاجة لاستمرار إفراز البروجسترون؟ أكيد ما عاد حنا بحاجة له. هالمخاطية الرحم يلي هيئناها ما عاد إلى داعي، مشان هيك الجسم الأصفر رح يضمر ويتحول إلى جسم أبيض ورح يوقف إفرازه للهرمونات هي ورح تنزل. وقت بتنزل هذا شو بيأثر على مخاطية الرحم؟ رح تتمزق طبعا بوقف الدعم الهرموني إلها ويحدث عندي الطمس ورح تنعاد الدورة من أول وجديد. الأمور واضحة بأسكانكم؟ في سؤال؟ أكيد؟ هلأ بدي أسألكم أنا بعد شوي. بدي أياكم تتعاونوا لترتيب الأحداث يلي صارت معنا بها الدورة المبيضية وعلاقتها مع الوطاء والنخامة الأمامية. بالترقيم فقط نرتب تسلسل الأحداث. علي جاهز؟ نبلش معك؟ يلا. رقم واحد بداية مع حكم مع مين؟ مع GNRH اللي مفرز من قبل الوطاء. الوطاء واحد. اثنين FSH، تأثير FSH بنمو الجريبات أكيد لح يأثر على FSH. لح دي رقم اثنين. بتحب تقوم تكتب الأرقام؟ تفضل. شكرا. واضح كان المخطط؟ استوعبنا. نحن نتعرف على هذا المخطط. النصف الأول دورة جنسية بدون حمل، منلاحظ الهرمونات المبيضية وتطور الجريبات وتطور مخاطية الرحم. هون في حال حدوث حمل، من خلال ملاحظتك للمخطط الآتي، ما الأدلة على حدوث حمل؟ رنا؟ تركيز الاستروجين والبروجسترون ما انخفض، برافو، تمام. هون انخفض في نهاية الدورة الجنسية، نلاحظ انه مستويات هالهرمونات انخفض، صار عندي طمس، بينما هون ضلت عم ترتفع. اول دليل. الثاني، لاحظوا هون جسم الاصفر ضمر، بينما هون تطور جسم الاصفر، صار اسمه هون جسم الحمل. وبالمخاطية الرحم التعشيش في مخاطية الرحم، معناته هون كاتبين مثل ما لاحظت رفيقتكم انه في عندي جسم الحمل. في حدا في اللي يستنتج تعريف لجسم الحمل؟ هو استمرار لمين؟ لجسم الاصفر. استمرار لجسم الاصفر.
فعندما يستمر الجسم الأصفر في نشاطه في إفراز الحاسات الأنثوية منذ حدوث الإلقاح وحتى نهاية الشهر الثالث من الحمل بنسميه جسم الحمل. في سؤال عن الدرس؟ الدرس انتهى. والله يعطيكم العافية، بس في عنا هلأ تقويم نهائي لنشوف مدى استيعابكم للأمور اللي حكيناها. مخطط، بدنا نوصل هالعبارات هاي بأماكنها الصحيحة. يلا لين تفضلي. عندنا تجدد مخاطية الرحم، تمام تمام الإباضة. يلا شكرا يا لين. حدد العبارات العلمية الصحيحة. ينمو الجريب الأول المسيطر وحده متحولا إلى جريب ناضج. صحيحة صحيحة تمام. سلاف، يكون التلقيم الراجع السلبي بين البروجسترون في الطور الأصفري والـ FSH، يعني زيادة حاسة تؤدي إلى نقص إبراز حاسة. صحيحة. يلا يا علي. ارتفع تركيز الـ LH نتيجة لزيادة تركيز البروجسترون. توقع غلط. تفضل. تعدد الإباضة تحت تأثير الزيادة المفاجئة للـ FSH والـ LH. اثنين بيزيدوا مع بعضهم. صحيحة. اذكر وظيفة واحدة لكل مما يأتي. جسم الحمل. جسم الحمل يحدث بعده التعشيش والانغراس في مخاطط الرحم. هو راح يستمر بإفراز الإستروجين والبروجسترون حتى نهاية الشهر الثالث من الحمل. تمام. الـ FSH. يلا يا آية. الـ FSH مع الـ LH يحدث الإباضة. ووحده نمو الجريبات الأولية. أحسنتي. اذكر منشأ كل مما يأتي. الجسم الأصفر منشأه الجريب الناضج المتمزق. الجريب الناضج المتمزق. الحاسة المطلقة للمناسل الوطاء. الوطاء. الحاسة المصفرة النخامة الأمامية. الحاسة المصفرة النخامة الأمامية. فسر انخفاض تركيز الهرمونات الجنسية في نهاية الدورة الجنسية. بنهاية الدورة الجنسية إذا بنتذكر الهرمونات انخفضت. لا. شو؟ بسبب ضمور الجسم الأصفر. ضمور الجسم الأصفر المسؤول عن إفرازها. وماذا ينتج عن انخفاضها؟ الطمس. أحسنت. وأخيرا، ارتفاع نسبة حاسة البروجسترون لدى المرأة بعد الإباضة. يلا. لأن البروجسترون يفرز من الجسم الأصفر، والجسم الأصفر يتكون بعد الإباضة. أحسنت. يتكون من الجريب المتمزق بعد الإباضة. نمو جريب أولي مسيطر واحد في الدورة الجنسية. يلا. بسبب إفراز مادة الإنهبين لأنه الأولية. أحسنت. لأنه يفرز مادة الإنهبين التي تثبط نمو الجريبات الأولية التي بدأت معه بالنمو. ظهور الصفات الجنسية الثانوية عديدة لدى المرأة عند البلوغ بسبب إفراز حاسة الإستروجين. بسبب إفراز حاسة الإستروجين من البويض عند البلوغ. للإستروجينات علاقة وثيقة بالأنوثة الكاملة لأنها سبب ظهور الصفات الجنسية الأولية والثانوية. والثانوية. أحسنتي. تشكل الجسم الأصفر بعد الإباضة مباشرة مثل ما حكيناها ناتج عن الجريب، بقايا الجريب الناضج. أحسنتي. ويعد الجريب غدة ذات إفراز داخلي لأنه يلقي بالحاسات التي يفرزها في الدم. أحسنتم. بتشكر انتباهكم وتعاودكم وإجاباتكم الممتازة، والله يعطيكم العافية. الله يسلمكم.